نشرة أخبار العشرة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية بأهم العناوين. الله أكبر. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلال مشاركته أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر، الرئيس السيسي يثني على تضحيات الشهداء وأسرهم في سبيل أمن مصر وسلامتها. استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ونتابع في أخبارنا الاقتصادية. البترول تعلن توصيل الغاز الطبيعي ل 118 منطقة جديدة. كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كبار رجالات الدولة. وحرص الرئيس السيسي على وقوف عدد من أبناء الشهداء بجانبه وأداء الصلاة معه، وعقب أداء صلاة العيد ألقى خطيب المسجد خطبة العيد وأكد فيها أهمية الاستمرار في الطاعة والعبادة والمداومة عليهما والاستقامة بعد الطاعة. وفي لفتة إنسانية صافح الرئيس السيسي أبناء الشهداء أثناء مغادرته مسجد مصر الكبير. واحتفالا بحلول عيد الفطر المبارك، شارك الرئيس السيسي أسر الشهداء للاحتفال بعيد الفطر، كما حرص سيادته على تكريم مجموعة من أسماء الشهداء وأسرهم. الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بمشاركة أسر الشهداء للاحتفال بعيد الفطر، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. في تقليد سنوي تختلط فيه بهجة وفرحة العيد بتكريم وتقدير تضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم للزود عن أمن وسلام الوطن وأبنائه، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وأهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بكم، متشرف بوجودكم معنا هنا، وجميل قوي ان احنا في العيد في يوم جميل زي ده ان احنا نبقى مع الاسر، اسرنا، اسر اهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم ابنائكم وأزواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبدا ده، هنبقى دايما يعني مش أنا بس، لا كلنا. كل سنة وانتم طيبين. عروض فنية واستعراضية أشعت أجواء من السعادة والفرح في نفوس الكبار قبل الصغار، وجددت ذكريات لطالما ارتبطت بالعيد وبهجته. العيد هو جيك معنا بأجمل ثغراته، العيد هو جي وهينا غنغنا ويظل الشهداء أحياء عند ربهم، أرواحهم تتجلى بيننا، ترتسم على وجوه أبنائهم، ليبقى الاحتفاء بهم وتكريمهم والشد على أياديهم وسواعدهم اللينة ومؤازرتهم وإسعادهم سبيلا وغاية حرص عليها الرئيس السيسي وجعل منها تقليدا سنويا راسخا. يا بلادي
وبالساحة الخارجية لمقر الاحتفال شارك الرئيس السيسي أبناء الشهداء فرحة العيد وبهجته والتقاط الصور التذكارية التي ستبقى عالقة في أذهانهم ترسخ الاحتفاء وتقدير الوطن لتضحيات نبيلة ستبقى أبد الدهر نبراسا مضيئا وصفحات من نور في كتاب تاريخ الوطن. علاء رشوان، التلفزيون المصري. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وأعرب سيادته عن خالص تمنياته للأردن وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار. من جانبه ثمن عاهل الأردن الاتصال الكريم داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، حيث تبادل الرئيسان التهاني بحلول عيد الفطر متمنيين أن يعيدها الله تعالى على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين الأمانة والازدهار والتقدم. كذلك أجرى السيد الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة عيد الفطر، سائلين الله عز وجل أن يعيده على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي تدوينة لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي هنأت السيدة انتصار السيسي المصريين بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يعيدها على مصر بالخير واليمن والبركات. وفي أول أيام عيد الفطر المبارك حرصت القوات المسلحة على مشاركة أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لاحتفال بعيد الفطر. هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم، بنفهمهم، قلوبنا معاهم. دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر. وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه وذوق المجدعة والرجولة، سبحان الله زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي وفي نفس الوقت أنت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 وأنا صايمة، أنا بحبه حب هي من عند ربنا. والله أنا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي انت شايلها. ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. بنشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا ونورتونا وشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك ان حضرتك ما نسيتنيش ليا. مرحبا. طيب.
بقول له أنت رحت في مكان أحسن، وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه، وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على اللي أنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعمه المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جدا جدا إن دايما فاكرنا ومش نسينا ولا نسي أبنائنا. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيه ويعينك على اللي انت فيه، الشعب المصري كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجه، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم، هم دول ظهرنا بمعنى الاصح، هم دول رجالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر يعني هو المحرك الاساسي لكل الوطن، وان شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله ان شاء الله يعني زخرا للوطن. وانا عندي استعداد يعني اقدم نفسي اولا قبل اخوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجه يعني غاليه علينا جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. وكان كويس، انسان محترم، كان يعني الحمد لله ادب الدنيا، عمره ما زعلني. هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 أيام بس، وحتى هو خارج راح موت على دماغه وبايظ، قال لي يا ترى لو شاش دي هتتقابل تاني؟ لو ما اتقابلناش انت الدكتوره ملك محمود. نشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا. وبشكر القوات المسلحه برضو على طول بيقولنا وبيسالوا علينا، وناس محترمه والله بيعملوا احسن منك. كان نفسي اشوفه بس ما شفتوش. كل سنه وانت طيب يا ريس، اشكرك انك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فاكرنا ومش بينسانا في اي مناسبه، حتى اول يوم مدرسه دايما بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبه. طبعا شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جدا بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا. انا بشكرك يا سعاده الرئيس على الهديه اللي انت جبتها لنا النهارده. اسم احمد يشرف اي مكان يعني حقيقي، احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر يعني احنا عايشين على ده. حابه اشكر سياده الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال، شوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها يعني. فخوره عشان بيحارب كل الأشرار، بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكاية غاب، في مليون بطل بيتولد، هيبنوا لمصر صرح الأمان. فتحية وجبة لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايلة جميل ولادها، لأن مصر ما بتنسى الشهيد. قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم باحتفال بعيد الفطر المبارك. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن. رحل الشهداء بأجسادهم وبقيت سيرتهم العطرة في وجدان الشعب المصري الذي يحمل لهم الوفاء والتقدير
لما قدموه ليحيى الوطن في أمان واستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء مع أسرهم بالمناسبات والأعياد، وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدم لهم هدايا سلمتها لهم مأموريات وجهتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية إلى أماكن إقامة أسر شهداء الشرطة. ويوم عن يوم وأنا بكبر بحس بحاجة طول الوقت نقصاني. عادة الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي هو كل سنة أنا بشوف وبتابع من زمان يعني اهتمامه بأسر الشهداء، وكنتش متخيلة أن احنا هنكون في يوم من الأيام أسرة من الأسر ديت، بس يعني طبعا حابين نشكره على اهتمامه ودايما بيفتكرنا في كل المناسبات وبيبعت هدايا للولاد ولينا. عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح أنا فادتها، مدى الحضن اللي ربى واللي قواني. احنا بنحاول نعدي الايام كده، بس الايام بتبقى صعبه من غير، صعبه جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه اقول له شكرا جدا، شكرا ان انت دايما فاكرنا وان انت مش ناسينا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. دي هديه بسيطه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبه لعيد الفطر. شكرا. وغصب عني انا بضعف، لكن ما تخافش انا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. انا مبسوطه جدا بدخلت الضباط علينا النهارده، وده بالنسبه لنا عيد لوحده ان هم دخلوا علينا وشرفونا هنا، وان سيادة الرئيس فاكرنا ومهتم بينا. كل سنه وانت طيب، ومناسبه الولايه الجديده ربنا يخليك لينا يا ريس وما يحرمناش منك ابدا. انا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا اللي انت بتجيبها لنا، وان انت دايما بتفرحنا انا واخواتي، وكل سنة حضرتك طيب بمناسبة هذا الفرح. ولو سألوك يا حبيبتي قول لهم ان انا ابويا فدا ارضي، جريت على مصر قبل ما حتى تندمي. انا فخوره بيه والله، بس الصعب بقى الفراق صعب جدا. بنشكر دخلة الضباط علينا في العيد، وبنشكر السيد عبد الفتاح السيسي ان هو مهتم بنا وبيبعت لنا في كل مناسبه الناس تقدرنا وبتجي لنا، واحنا مش عارفين نقول له ايه اصلا، لان اي شكر مش هيوفى اللي هو بيعمله. انتم ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. مرحبا بكم من جديد. أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ في قطاع غزة. وأكد هنية أن هذا الاستهداف لن يؤثر على مطالب حماس المتعلقة بوقف إطلاق النار في القطاع. على الجانب الآخر، أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن على علم مسبق بالهجوم الذي استهدف أبناء وأحفاد هنية. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,482 شهيدا و
و76,049 مصابا. هذا وتتواصل الجهود المصرية لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، حيث دخل إلى القطاع حتى الآن 365 شاحنة مساعدات غذائية بواقع 85 شاحنة عبر معبر رفح و280 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، كما تم إدخال 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح. واستقبل المعبر 19 مصابا فلسطينيا حتى الآن لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية. ولا نزال مع أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك، فمع الساعات الأولى من الصباح فتحت الحدائق والمتنزهات أبوابها لاستقبال المواطنين. الحدائق والمتنزهات كانت وستظل مقصدا رئيسيا للاحتفال خلال الأعياد والمناسبات المختلفة. من بين 22 حديقة متخصصة بالقاهرة، جاءت الحديقة الدولية بامتدادها على مساحة 55 فدان كوجهة ومقصد للمحتفلين بعيد الفطر المبارك. عندنا السينما 3D، عندنا بيت الرعب، عندنا الحقيقة مجموعة من الملاهي جوه داخل الحديقة، عندنا برضك المراكب أو عندنا البدلات المائية الحقيقة في أماكن كويسة جدا في جناح مصر، برضك يعني حاجة ترفيهية للناس. عندنا برضك حديقة الحيوانات فيها مجموعة كويسة جدا من الحيوانات، هي حديقة مصغرة إنما الغرض منها إن احنا إزاي نقدم جرعة ثقافية للطفل في الحديقة، يعرف إزاي إيه الحيوانات الموجودة، إيه الحاجات الأليفة، إيه الحاجات المضرة بالنسبة له اللي هو ما يقدرش يتعامل معاها. من مختلف الأعمار تنوع زوار الحديقة الذين جاءت سعادتهم معبرة عن بهجة أيام العيد. لعبت كتير وبعدين رحت بيت الرعب واتفرجت على الحاجات اللي هنا ورحت المزارات اللي في الصين وكده، وبعد كده قعدت ألعب مع أصحابي واستمتعت. مكان جميل أولا، ثانيا في وسط البلد يعتبر بالنسبة لنا قريب من كل حاجة، تاني حاجة كل الخدمات فيه بسعر مناسب جدا يعني بخلاف أي مكان احنا رحناه قبل كده. فرصة هي هكذا تجيء أجازة العيد وغيرها أعياد وأجازات لأخذ استراحة من أعباء الحياة اليومية والتقاط الأنفاس قبل العودة إليها مرة أخرى. هي فترة طبعا بتبقى فترة كويسة جدا عشان الأسرة تتجمع مع بعضها، عشان يبقى في ترابط كده زي زمان، لأن الفترة اللي يعني السنين اللي فاتت دي كلها بيبقى في الأسرة متباعدة شوية، فدي بتبقى فترة كويسة جدا بيكونوا قرب من بعض أكتر. يعني الناس بتروح لبعضها، بتعاد على بعضها، بنروح عند قرايبنا أصحابنا أصدقائنا كده، هو بنقضي العيد أجازة العيد يعني. ولضمان جودة الخدمات المقدمة كانت التوجيهات من القائمين على الحديقة بضرورة الوعي المجتمعي والحفاظ عليها وعلى مسيلتها باعتبارها ملكية عامة وحق لكل الزوار. دوما ما تأتي الحدائق والمتنزهات على رأس اختيارات المصريين في الاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة، ولهذا جاءت الحديقة الدولية على رأس اختياراتهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تقدم وجبة ترفيهية دسمة على مدار أيام العيد بدءا من صباحا وحتى 12 مساء على مساحة 55 فدان. من الحديقة الدولية سارة متولي، التلفزيون المصري. وفي محافظة جنوب سيناء أدى المواطنون صلاة عيد الفطر في الساحات المخصصة للصلاة. وقد أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء احتفالية للأطفال بمنطقة السوق القديم، كما قام بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي. الله أكبر، الله أكبر. في ساحة استاد الطور أدى مواطنو طور سيناء صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ثم استمع المصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها الشيخ محمود صلاح، وقال فيها أن يوم العيد هو يوم الجائزة للصائمين. عقب الصلاة قام المحافظ بتوزيع العيدية على الأطفال الذين حضروا للصلاة مع ذويهم. احنا الحمد لله صلينا العيد هو في مدينة الطور الجميلة، على فكرة كل المدينة صلت معنا في استاد مدينة الطور، مساحة كبيرة وبحرية تامة وبأمن وأمان. في عندنا حوالي 1000 لعبة موجودين حاليا، هنبتدي نوزعهم على أولادنا. في عيديات إن شاء الله هنديها لأولادنا، ثم هنتحرك لمكتب المحافظ نستقبل المشايخ والعواقل وأهالينا هنا. عايزين نثبت لها إن الأمل دلوقتي فينا. وعقب
أداء صلاة العيد في تور سيناء توجه المحافظ إلى مدينة شرم الشيخ لحضور الحفل الذي أقامه للأطفال بمنطقة السوق القديم، وعبر الأطفال عن سعادتهم بالحفل الذي تضمن فقرات متعددة. بحب عشان كحك العيد ولبس العيد وحاجات العيد والحفلات وكده. بحب عشان نخرج مع بعضينا ونلعب بس نتفسح. كما فتحت الحدائق العامة والمتنزهات أبوابها للجمهور بكافة مدن محافظة جنوب سيناء وبالمجان في العيد. بحب أن أزور قرايبي وصحابي، بنخرج سوا وبنلعب ونشتري حلويات وبناكل كحك وبسكوت العيد وبنفتح من المذاكرة شوية. كما حرص المحافظ على زيارة عدد من المستشفيات بالمحافظة والاطمئنان على حالة المرضى وتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى. إذن فقد حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على زيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي والاطمئنان على حالة المرضى من الأطفال والكبار، كما حرص على توجيه الشكر للأطقم الطبية على مجهودها طوال أيام العام وخاصة خلال فترة الأعياد. كل عام وأنتم بخير. من مدينة شرم الشيخ، لمياء موافي، التلفزيون المصري. والآن مشاهدينا الكرام، جاء موعدنا مع النشرة الاقتصادية. هذه النشرة بصحبة الزميلة حنان الخولي. لك حنان، شكرا لكم. وتفاصيل النشرة الاقتصادية مشاهدينا بعد الفاصل. أكد وزير المالية محمد معيط مضاعفة الكميات المطروحة من الفكة لتصبح 50 مليون جنيه بدلا من 25 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة، وذلك للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق. أضاف وزير المالية أن مصلحة الخزانة العامة وصك العملة تواكب مسيرة الرقمنة في الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد. أعلن وزير البترول طارق الملا توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 مليون وحدة، ما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا، وهو ما يقابلها من الدعم. أوضح وزير البترول أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 منطقة جديدة، مشيرا إلى أن الطفرة التي شهدتها مشروعات توصيل الغاز في المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز قد أسهمت بالفعل بشكل مباشر في خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض توقعاتها لائتمانيات السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد. وقالت إن مرجعية الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين، وذلك في وقت تواجه البلاد فيه آفاقا اقتصادية أكثر غموضا. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما على التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير لاستمرار التحسن في الأحوال الجوية. وعن القاهرة وشرم الشيخ نتابع معا. القاهرة الخميس 17-28 والجمعة 15-26 والسبت 14-25. شرم الشيخ الخميس 20-30 الجمعة 19-28 السبت 20-29. الأقصر الخميس 18-31 الجمعة 19-30 السبت 20-33. والقاهرة 17-28 والإسكندرية 15-23 ودمياط 16-23 وبورسعيد 16-23. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الله أكبر. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال مشاركته أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر، الرئيس السيسي يثني على تضحيات الشهداء وأسرهم في سبيل أمن مصر وسلامتها. استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وللمزيد ماسبيرو دوت إيجي. كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء. في أمان الله.